سيناء جرح في قلب الوطن، ماذا يحدث في سيناء؟ هذا هو الهاشتاج بتاعنا، أرجو أن تشاركونا عليه. امبارح طرحنا عدد من الأسئلة على مشاهدينا على السوشيال ميديا، هنطرح نفس الأسئلة على ضيوفنا الأعزاء علشان نشوف معلوماتنا قد إيه عن سيناء، انطباعاتنا إيه عن سيناء، تصوراتنا للحلول إيه، وبعدين نشوف بعد ما نتكلم ونتناقش هل هذه القناعات تغيرت أم أن لدينا مشكلة محتاجة قدر أكبر من المعلومات والوضوح. خلينا نشوف الأسئلة اللي طرحناها، ضيوف الأعزاء هيشاركونا فيها. كان السؤال الأول هو: هل معلوماتك عن الإرهاب مصدرها بيانات المتحدث العسكري، السوشيال ميديا، ثلاثة غير مهتم؟ عندنا 30 ثانية للتصويت. بعضنا بياخد معلوماته بيعتمد على المتحدث العسكري ويقول ده كفايه جدا، بعضنا بيتعامل مع السوشيال ميديا على انها المصدر الرئيسي للمعلومات، في حين ان احيان كتير بتبقى المتحدث العسكري بيقول معلومات مهمه لكن قد تكون غير كامله، السوشيال ميديا بتقول معلومات كاذبه كثيرا ولكنها اوسع انتشار. طيب سؤالنا الثاني ده نتيجه السؤال ده ايه يا شباب؟ السؤال الاول علشان نعرف الاتجاهات، احنا مع بعض ما تقلقوش. بيانات المتحدث العسكري 28%، السوشيال ميديا 71%، اجمال المصوتين 35، وكله صوت، ما فيش حد غير مهتم، ده معناه ان هذه القضيه مهمه جدا للمصريين. طيب سؤالنا الثاني، هل معركة الدولة ضد الإرهاب هي معركة أمنية أم معركة تنموية ولا غير مهتم؟ عندنا 30 ثانية. بعض بيقول لك لابد أن احنا نتعامل بقوة شديدة جدا وحسم، وأن الأمن هو القادر على حسم المعركة. البعض بيرى أن التنمية في سيناء هي الحل، وانك مش هتقدر تواجه ارهاب بدون تنميه، فحد بيقول لك طب هننمي ازاي والارهابيين لسه موجودين ممكن يدمروا اي مشروعات نعملها، مين المستثمر اللي هيجي يحط فلوسه في سيناء؟ طيب وهنشوف التصويت التصورات يعني عشان نعرف كمان جمهورنا بيفكر ازاي في حل مشكله سيناء. امنيه 55%، تنمويه 45%، نسبه قريبه جدا، غير مهتم برضه زيرو. طيب سؤالنا الثالث، هل يجب ان يتم القضاء على الارهابيين حتى لو سقط ضحايا مدنيين؟ موافق، غير موافق، غير مهتم. بعض بيقول لك لازم ندفع الثمن، وهندفع الثمن علشان تكتف الارهابيين والارهاب اكيد هيقع ضحايا، وبيقع ضحايا بالفعل مدنيين حتى الان، والبعض بيقول لك لا مهما كان الثمن ناخد وقتنا وما يموتش مواطن واحد من ابناء سيناء. فاضل 6 ثواني. احلى حاجه ان جمهورنا بيخلص قبل ال 30 ثانيه، واضح ان المواقف واضحه ومحدده تماما. طيب نتيجتنا ايه؟ موافق 20%، غير موافق 80%، غير مهتم 0. يبقى جمهورنا في الاستوديو دي كانت آراءه والنسب، النسبة الأكبر إنها قضية أمنية، النسبة الأكبر من استقاء المعلومات من السوشيال ميديا، 80% بيرفضوا أن يسقط مدنيين حتى لو كان ده الحل. طيب عايزين نشوف السوشيال ميديا لما طرحنا الأسئلة كانت الأغلبية فين؟ هنشوف احنا عندنا ايه، فيسبوك وتويتر. طيب هل معلوماتك عن الارهاب مصدرها بيانات المتحدث العسكري 9%، السوشيال ميديا 4%، غير مهتم 2%، غيره؟ هل معركة الدولة ضد الإرهاب أمنية 15%، تنموية 6%، غير مهتم 4%؟ طبعا النسب دي كده مش دقيقة قوي،
بس اوكي هي بتدي مؤشر بشكل عام. السؤال الثالث، هل يجب ان يتم القضاء على الارهابيين حتى لو سقط ضحايا مدنيين؟ 12% موافقين، غير موافق 14%، غير مهتم 4%. النسبة دي كانت يجب تتحسب بالنسبة المئوية كام في المية علشان تبان، فهتلاقي ال 12% دي ممكن توصل ل 70% او كده. طيب ده كان السوشيال ميديا. انت عندكم حاجة من السوشيال ميديا تاني؟ اللي فات ده فيسبوك، عندنا تويتر. طيب نشوف تويتر كمان، جمهور تويتر مفيش تويتر. طيب اوكي، طيب خلونا قبل ما استقبل ضيفي العزيز اقول لكم شوية معلومات. معلومات عن تركيبة سيناء، الوضع الامني، عدد الاقباط، شكل جبل الحلال، شوية معلومات مهمة قبل ما ضيفنا العزيز يدخل وانا اشارك في حوار هام. في شهر فبراير 2017 اعتقد دي اول حاجة، معلش احنا بنتأخر عليكم شوية، احنا بنجرب ادواتنا لسه بنبتدي يعني. ماذا يحدث في سيناء؟ عمليات الجيش في سيناء خلال شهر فبراير 2017، تم ضبط وتدمير بؤر ارهابية 68 داعشش ومنازل ومباني. عدد العناصر اللي تم ضبطها 66. عدد العناصر الارهابية اللي تم تصفيتها 31. ضبط وتدمير سيارات تابعة للعناصر الارهابية 29. ده شهر فبراير، شهر واحد. عمليات الجيش في سيناء خلال شهر فبراير 2017، ضبط وتدمير دراجات تابعة للعناصر الإرهابية 27، ضبط عبوات ناسفة 25، تدمير مخازن أسلحة مواد متفجرة مواد بترولية 20، ضبط وتدمير فتحات أنفاق 11. إحصائية بعدد شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وهنا هنربط ما بين أعداد المدنيين اللي بيموتوا أو بيتخطفوا، هتفاجئوا بأنه رقم كبير. الشهداء افراد القوات المسلحه والشرطه، الشهداء 5، المصابين 18، المدنيين 19 شهداء، 11 مصابين، 1 مختطف. الاجمالي الشهداء 24، المصابين 29، المختطفين 1. ده في شهر واحد فقط. انخفاض معدل العمليات الارهابيه، كانت العمليات الارهابيه في شهر فبراير اقل منها في يناير، بس في شهر فبراير كانت موجعه اكتر من يناير، وكان تأثيرها وصداها في الداخل والخارج أعلى من يناير. وده ممكن ضيف العزيز يفصل لنا، هو لما اتضايق على الجماعة حدينا من العمليات الإرهابية قرروا انهم يصعدوا بشكل أعلى. ده جبل الحلال اللي مفترض الجيش المصري بيحاصر إرهابيين، شايفين شكل الجبل عمل إزاي؟ طول الجبل 30 كيلو، عرضه من 12 ل 17 كيلو، أعلى نقطة فيه 913 متر، المسطح 5000 كيلو متر. شايفين منظر الجبل علشان تروحوا؟ العمليات الارهابيه خارج سيناء كان فيه في الشرقيه، هتولي من الاول يا شباب بالراحه شويه. محافظه الشرقيه حرقوا سياره امين شرطه اسفل منزله، يعني هم المساله مش في سيناء بس، في القاهره. انفجار قنبلة صوتية أسفل سيارة بوحدة مرور المعادي، ده في شهر يناير وفبراير. محافظة الجيزة تمركز أمني بشارع الهرم. محافظة الوادي الجديد هجوم مسلح استهدف كمين النقب عن طريق أسيوط الخارجة. بالتالي لسه عندكم حاجة؟ ماذا يحدث في سيناء؟ الأقباط الباقون في سيناء، النازحون 180 أسرة، الباقي 220 أسرة. عندنا 400 أسرة تقريبا من إخواتنا الأقباط في سيناء اللي خرجوا منها، ومش هسميه تهجير إطلاقا. 180 أسرة، تعالوا نشوف اتوزعوا على محافظات مصر ازاي. في 130 أسرة في الإسماعيلية، في 17 أسرة في القاهرة، في 11 أسرة في أسيوط، في 9 في القليوبية، 6 في بورسعيد، 4 في الدقهلية، 2 في الشرقية، أسرة واحدة في ألمانيا. سيناء، خريطة سيناء، الأرض المقدسة الطاهرة اللي كلنا بنحلم إنها ترجع لأرض الوطن تاني، إنها ترجع لحضننا، ان يتوقف نزيف الدماء فيها، ان احنا ننجح في القضاء على الارهابيين. وعلشان ده يحصل لازم الشعب يفهم، ولازم يبقى له دور، ولازم يتكاتف.
علشان نقدر نغير. لا الجيش ولا الشرطة لوحدهم هيقدروا، ولا أهالي سيناء لوحدهم هيقدروا، ولا احنا كشعب لوحدنا هنقدر. إذا تكاتفنا جميعا هنقدر. خلونا نبدأ الحوار مع ضيف العزيز. معايا النهاردة السيد اللواء أحمد زغلول مهران، مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية السابق. هو خرج في 31/12 وحصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحد من المعنيين بهذا الملف اللي عاش سنوات طويلة جدا في جهاز المخابرات وليه علاقة كبيرة بسيناء. برحب بضيفنا العزيز. أهلا وسهلا سيادة اللواء، أهلا بحضرتك. تفضل تفضل. اهلا وسهلا سياده اللواء. اهلا بستك، منورنا. الله يخلي حضرتك، ربنا يكرمك، وانا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك. ربنا يخليك ان شاء الله. خلونا نبتدي النهارده بطريقه مختلفه شويه. قبل ما نبتدي حضرتك تشرح لنا، هطلب من ضيوفي الاعزاء المتخصصين وابناء سيناء ومعانا باحثين ان احنا نعرف الشائك من وجهه نظرهم في سيناء، عشان نسمع بعد كده حضرتك واديك الوقت بالكامل. والأبدأ من الدكتور عادل قاسم. الدكتور عادل قاسم مؤسس قافلة شعاع الخير اللي بتضم مجموعة كبيرة من شباب مصر اللي بيلاقوا مشكلات كبيرة جدا عشان يروحوا سينا ويطوروا ويعلموا ويقعدوا مع أهلها ومع أطفالها وبيزرعوا فيهم الوطنية وبيحاولوا يساعدوا في المدارس وفي المستشفيات كل حاجة، فهو في قلب الحدث. كيف ترى المشكلة في سيناء دكتور عادل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة في سيناء تبدأ بالتساهل. طب معلش ممكن تفتح المايك؟ هو كان مفتوح. مفتوح؟ اتفضل. المشكلة في سيناء تبدأ بالتساهل وليس بالإجابة. مش مفتوح المايك برضو عندنا. طب المايك التاني؟ لا ما الصوت مش هيطلع. كده تمام. أنا بقول لحضرتك أن المشكلة في سيناء تبدأ بالتساؤل وليس بالإجابة. تمام. والتساؤل هو جغرافيا سيناء كما هي، والأطماع لسيناء منذ عشرات السنوات. ما المتغير الذي حدث؟ ما المتغير الذي حدث بحيث إن أهالي سيناء يرفضوا الانفصال عن مصر 3 مرات تحت حماية، تحت الحماية العثمانية عرض عليهم الانفصال ورفضوا، وتحت الحماية البريطانية أيام الاحتلال البريطاني ورفضوا، وأيام سنة 68 لما كانت مع إسرائيل وبضمانات رفضوا. إيه اللي حدث بحيث إن النهاردة في مجموعة من أبناء سيناء بيرفعوا السلاح عشان ينفصلوا؟ هذا هو السؤال. السؤال، وهل دي نسبة يا دكتور عادل نقدر نقول إن في نسبة كبيرة بترفع السلاح؟ أنا ما قلتش نسبة كبيرة، ولكن نسبة موجعة. نعم، هي نسبة موجعة ومؤقفة حنا. وأرجوك، قضية النسب دي قضية من القضايا الخطيرة اللي خلت الموقف يتفاقم. احنا كنا بنستهون بالموقف ونقول أصل الإرهاب محصور في المثلث الفلاني ومعرفش ايه، او المثلث الفلاني ده وجع مصر كلها، المثلث الفلاني ده وقع الطيارة الروسية في شرم الشيخ، المثلث ده اللي شلل حركتنا اللي بينزل مننا كل يوم شهداء. فأرجو إن احنا نبدأ بهذا السؤال. تمام. الجغرافيا واحدة، الأطماع واحدة، ما الذي غير الناس هناك بهذا الشكل؟ دي القضية الجوهرية. أكمل ولا أدي الميكروفون؟ لا اتفضل كمل. لا ما احنا هنتكلم في سؤال سؤال. وبالتالي أنا بقول لحضرتك أن هذا الجزء من الوطن تعرض لظلم بين. كويس؟ والظلم بيتزايد. والتخوين بيتزايد. أنا مش ذنبي إن أنا على حدود مصر وإن أنا اللي بحمي مصر علشان تفتكروا إن أنا صانع المشاكل، أنا مش صانع، ده أنا حاميكم كلكم، أنا اللي بتلقى الضربات عنكم كلكم، حتى ضربات الإرهاب دلوقتي أنا اللي بتلقاها عنكم كلكم، أنا سينا. نعم. ماشي؟ وبالتالي الإدانات اللي بتقال على أهل سينا دي مأثرة فيهم. قضية أخرى وهي قضية إن الناس هناك بتعامل معاملة، يعني أنا آسف إن أنا أقول، معاملة لا أدمية، وكأنهم لا وجود لهم. الناس بتشتكي بعض الشكاوي والناس متشككة في بعض الأمور، حد يرد عليهم، حد يكلمهم، مفيش. كويس؟ في مشكلة بتاعت 10 شبان اللي حصلت،
طب حد يرد عليهم، حد يديهم دليل كويس. يبقى هنا اهو احنا بنتكلم على ان الشعب هناك بيعاني معاناة شديدة. احنا هنا كنا بنعيط لما النور بيتقطع علينا، وكنا بنعيط لما كان في حظر تجوال الساعة 10 والساعة 12. طب هم عايشين في ظل هذا الامر على طول، وعليهم قيود معيشية، قيود في الاكل، قيود في الشرب، قيود في التنقلات، ومستهدفين من الارهابيين كويس. النهاردة السؤال الجوهري، اولا انا عايز ابعد اي كلام عن الجيش والشرطة من هذه المعادلة، لان الجيش والشرطة انا لا يمكن الوم على واحد رايح واقف عشان يموت. انا قابلتهم بنفسي هناك، بطولات لا يمكن تخيلها. ولكن نتكلم على السياسات، مش على الضباط والجنود والاهالي الغلابة، دول غير مسؤولين عن اللي بيحصل. اللي بيحصل هي السياسات كويس. انا بس عايز ادي حضرتك لقطة مروعة. هذه اللقطة المروعة بتقول ايه؟ لما مات 10 شباب وتم اتهام الشرطة بان الشباب دول كانوا في حوزتها، ايه اللي حصل؟ انا هفترض ان الشباب دول فعلا ارهابيين، خلاص يرضيكوا ان دي تكون جنازات الارهابيين، ان بيزغرطوا لهم لا اله الا الله الشهيد حبيب الله، وينجيب حقهم ينموس زيهم. هذا يعني فشل ان تتقلب العريش الى ما يشبه غزة. غزة بيشيعوا فيها الشهداء بهذا الشكل. اذا كان ده ارهابي واهل غزة بيشيعوه بهذا الشكل واتفرجوا على يبقى اذا هناك خطأ فادح. هذا الخطأ الفادح في واحدة من الاثنين، اما في ممارساتنا الامنية، او في انهم فقدوا الثقة فينا. الى درجة النهاردة بيعتبروا كل معتقل وكل مقبوض عليه بريء، وهذا شيء مش معقول، مش صحيح. طيب. وصل الامر لاخر حاجة واقولها لك، وهذه هي الطامة. مع ازمة الثقة هم واصلين دلوقتي الى ايه؟ انا على فكرة بوصل لكرة رفح ولكرة الشيخ زويد والحمد لله. وصل عدم الثقة في ايه؟ عشان نقدر نشخص صح، ان هم متشككين ان ما يحدث في سيناء وما يحدث في هذه المناطق بالتحديد هي حاجة اكبر منها مواجهة ارهاب، وهناك امور تجري في التهاليز من اجل اخلاء هذه المناطق من اجل تسليمها الى طرف ثالث. بس كان هذا ترد عليها دكتور عادل، يعني ترد عليه رسمي من الدولة المصرية وقال ده كلام استاذ خيري. استاذ خيري، ما فيش اعلام بيوصل لهم، واقول لك كلمه اكتر منها بقى مفزعه، ومفيش اعلام بيحترموه كتير قوي هناك، لانهم لهم موقف من الاعلام. ولما كلمتوني علشان يجي شباب من هناك، الشباب قالوا لن نظهر في الاعلام لان الاعلام بيهدر قضيتنا تماما. وبالتالي انا عايز حضرتك في فرق بين تشخيص الحاله ومسبباتها. انا ايدي دلوقتي مشروخه، هذا هو الانطباع اللي عندهم. طيب اين يكمن الخطا؟ ده قضية أخرى. تمام. ماشي. طيب خلينا أرجع لست اللي هو، ست اللي هو، ما المتغير الذي حدث؟ أولا حضرتك أنا بشكر الدكتور عادل قاسم، الدكتور عادل على كلمته، بس هو يعني الحماسة مع سيادته زيادة شوية. سيناء من مئات السنين مصرية، وأطمعنا من مئات السنين، كل حروبنا وكل استهدافاتنا من منطقة الشرقية، هكسوس، تتار وغيرها، اسرائيل. مين النسق الاول؟ ابناء سينا. مين ابطال هذه المنطقه؟ 757 مجاهد، وبكررها، من مجاهدي سيناء، منهم مجاهدين قاعدين معانا، الشيخ عيسى الخرافين. ومش هتكلم على بطولاته عشان هو يقدر يقول بطولاته، في ناس موجوده وادت الكثير، كانوا بيحاربوا جنبا لجنب مع القوات المسلحه، ناس تركت دراستها الثانوية وتطوعت في القوات المسلحة، تمام، وعملت منظمة سيناء العربية. السجنت بعد ما نفذت مهامها واتمسكت معها بعض المعدات القتالية، وهو في السجن محكوم عليه 149 سنة سجن، تمام، لقى في موقف مش مظبوط جوه السجن. أحد الأسرى جند لإسرائيل، قعد يفكر اخش ازاي
بهذه المشكله لمصر ابعتها ازاي؟ كان في الصليب الاحمر بيعمل اختبارات للثانويه العامه وقتها. وكان في طالب معاه في العنبر فلسطيني بيمتحن ثانويه عامه. والفلسطينيين لما كانوا في السجون داخل اسرائيل جماعات ومنظمات. قال للطالب انا هخش مكانك الاختبار، الولد رفض فكلم قائد جماعته تمام، فقائد جماعته اداله تعليمات قال له ما تخشش الاختبار. دخل الاختبار احد ابناء سيناء اللي احنا بنقول دلوقتي ان هم عاوزين ينفصلوا، مفيش حد عاوز ينفصل، دي ناس مأجورة وناس مجرر بيها، سيناء ارض مصريه وهتفضل ارض مصريه. دخل الاختبار المراقب قال الطالب دوت مش هو اللي دخل الاختبار اليومين الثلاثه اللي فاتت، قال له التاني مش مذاكر وده مذاكر وممكن ينجحه تمام. راجل يوناني دخل الاختبار امتحن الاختبار كتب اول كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش صاحب هذه الورقه واشكر انه ضحى ودخلني الاختبار، وحكى الموضوع كله ان فلان الفلاني تم تجنيده وجاي في مصر عن طريق الاردن، ارجو بعد ما الورقه دي تجيلك تسلمها للمخابرات الحربيه. وقعد كان امتحان جغرافيا قعد يرسم اي كلام والكلام من ده. الورقه نزلت بعد 3 شهور النتيجه جت، الطالب ده طلع الاول سنه 74. هذا الفدائي او المجاهد سلم في القصر وجي مصر وصمم انه يروح يشكر المدرس اللي صح الورقه والمراجعه تمام. مصر ولاده طيب بابناء سيناء. سياده اللي هو ده ما بيتناقضش مع اللي قاله الدكتور عادل؟ لا في حاجه الدكتور عادل بيقول ان في الدكتور عادل بيتكلم في جزئيه ان في بعض ابناء سيناء عاوزين ينفصلوا. ما هو لو رجع للتاريخ قال لك 3 مرات قبل كده ولن ينفصلوا ومحدش بينادي بالكلام ده، لكن هي مشكله سيادتك اداره فيها حصل فيها خلل في الاداره ادت لهذه أيوة المشكله. ايوه انا هستاذن حضرتك، هو ده اللي انا محتاج اعرفه واللي محتاجين الناس تعرفه، ما الذي حدث ادى الى التغير؟ سياده الشيخ اكيد لو حكى هتلاقي عنده مراره، اهالي سينا اللي بيتكلم عنهم الدكتور عادل بيتكلم من ارضيه محب ان حصل عندهم تغير، هذا التغير حضرتك اشرت اليه ان حصلت اخطاء في الاداره، ما هو المتغير الذي حدث؟ اللي عايزين نعرف في الخريطه هي ايه الازمه في القضاء على الارهابيين؟ بعد الفاصل حاضر، هطلع فاصل اخير وهرجع تاني، احنا محتاجين نتكلم بمعلومات. الجزء الحنين والعاطفي تجاه سيناء كل الشعب المصري بما فيهم أهل سيناء متمسكين بأرضهم ومتمسكين بمصريتهم، ولكن هناك اهتزازات نفسية لأخطاء في الإدارة، زي ما في أخطاء في الإدارة في بطولات بتحصل طول الوقت. نلتقي بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ماذا يحدث في سيناء؟ هذا الهاشتاج بتاعنا الليله، وواصل حواري مع ضيوفنا الاعزاء والسيد اللواء احمد زغلول مهران مساعد مدير المخابرات الحربيه السابق. عايزين معلومات عشان نوصل ما هو المتغير وماذا يحدث في سيناء. قواتنا ليه بتموت؟ ليه مدنيين بيموتوا؟ ليه مش قادرين نخلص على الارهاب في سيناء؟ طبعا القوات المسلحه والشرطه المدنيه المتمثله في انفاذ القانون بتأدي عملها في منطقه صعبه جدا. سيناء ارض مفتوحه، المنطقه اللي فيها العمليات حوالي من 30 ل 12 13 كيلو، منطقه بسيطه جدا. الاولاد مغرر بيهم، عندهم القدره على التنقل خلال الموتوسيكلات، معرفش عربيات نص نقل وسط الاهالي. القوات المسلحه طبعا بتنفذ عمليات نوعيه عليهم، حصل في تقريبا الصف الاول والثاني والثالث الزعماء ورؤوس الجماعات والعقول المدبره تقريبا كلهم يعني تم القضاء عليهم. اللي بيدير الموضوع ده دلوقتي عناصر يعني ما عندهاش الخبره الكافيه. كل ده ما عندهمش الخبره في جزئيه حاجه، الخبره الكافيه بالارض. نعم. فبيعتمد على الأطفال الصغيرين سن 17 18 سنة هو اللي بينفذ الموضوع بشكل فيه يعني
عنف شويه. تمام، الولد اتضحك عليه على مدار سنتين ثلاثه، الفتره اللي كان فيها الارهاب والفكر متطرف ده موجود، مفيش تنميه، الولاد صغيرين، المدارس تقريبا في المنطقه اللي بيشتغل فيها العمليات او بتم فيها العمليات مغلقه، الناس انتقلت لمناطق امن، انتقلت للعريش ومنطقه الشيخ زويد، فبالتالي جاب الولاد الصغيرين دول واتفق تمام مع قيادات الجامعات انه يمولوه. الولد بياخد موتوسيكل معاه جهاز لاسلكي ونضاره الدربيل، يقول له شوف لنا كود بتحرك على انهي طريق على انهي محور، شويه شويه الولد بيجي يقلده، يربي شعره يربي دقنه، يقعدوا معاه يعرفوا فكرهم متطرف خلال خمس ست شهور. هو ما بيقولوش انه متطرف بقى، بيقول له احنا بنحارب طبعا، احنا بقى احنا يعني احنا الصح وهم الغلط. بعد خمس ست شهور الولد بيخش في الدايره تمام، والاولاد دي اطفال مش مسجلين. نعم. تمام، يعني اي جهاز امني بيبقى عنده اسماء ناس مسجله، فالاطفال دي اطفال 15 16 سنه، بينفذ بقى يقول له انت هتعمل العمليه الارهابيه دي على نقطه التمركز، وبعد شويه هتخش الجنه. نعم. العربيه هتفخخ وتنفجر وانت داخل. في معلومه الناس كلها بتترددها ودي حاجه مش مظبوطه، ان الكمان دي ما اسمهاش كمان، اسمها نقاط تفتيش ومراجعه او تمركزات امنيه. ده عامل زي حضرتك النقطة الأمنية اللي موجودة على طريق صحراوي أو طريق فرعي، بيفتش ويشوف العربيات اللي داخلة أو اللي خارجة، الولاد بيستخدموا ار بي جي على النقطة، هاون على النقطة. السلاح ده منين؟ السلاح ده كل دوت حضرتك احنا معبر. قطاع غزة محتاج أسلحة عشان المقاومة، الأنفاق موجودة بيهرب بيها. ليبيا، سكوت ليبيا والأسلحة جت من خلالها، كانت في فتره من فترات القوات المسلحه بتأدي عمل غير عملها، كان سقطت الشرطه فالقوات المسلحه كانت بتأدي عملها في الاتجاه يعني فتره مؤقته لغايه ما الشرطه الحمد لله استعادت وضعها بعد ثوره 25. طب هتسمح لي في الجزء ده الاستاذ احمد كامل بحيري، ممكن تكلمنا عن شكل الجماعات كباحث في هذه المنطقه؟ المايك لو سمحت. يعني سيناء مش جديدة على الجماعات المتطرفة والإرهابية. الجماعات المتطرفة خلت أشكال مختلفة، وخاصة يعني فيما أعقاب ثورة 25 يناير، بداية ما يسمى بالتوحيد والجهاد. يعني نموذج أنصار بيت المقدس أو هذا التنظيم اللي أنا بحب أقول عليه أنصار بيت المقدس، وما بستخدمش أو بسخش اسم ولاية سيناء كمصطلح هو أطلقه على نفسه. هذا التنظيم جاء في توحيد بعض التيارات والجماعات العشوائية في ما يسمى مجلس شورى الجهاد داخل سيناء، ودي كانت في قبل أيام قليلة من 30/6/2013، ونشأ التنظيم وبعد أقل من 60 يوم في خاصة في نوفمبر 2013 أعلن 2014 أعلن البيعة لأبو بكر البغدادي وتنظيم داعش، وأطلق على نفسه تنظيم ولاية سيناء. الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية هي مش جديدة على سيناء، يعني هي موجودة لكن هي نشطت بشكل ملاحظ خلال الثلاث سنوات الماضية لأسباب عدة، جزء منها له علاقة بالبيئة الحاضنة أو التركيبة البيئية داخل سيناء. اثنين، لها علاقة أيضا بالانفلات الأمني الذي حدث في أعقاب الثورات الربيع العربي. ثلاثة، بقى أصبح هناك ترابط جغرافي قريب جدا مع بعض التنظيمات العابرة للحدود زي القاعدة اللي كانت في يوم من الأيام أنصار بيت المقدس تابع ليها، وأصبح هناك داعش في سوريا والعراق، وأصبح هناك أيضا تنظيمات وجماعات بايعة لداعش ولقاعدة زي أنصار الشريعة في دارنا في ليبيا على سبيل المثال، مع انهيار دولة ليبيا اللي أصبحت المصدر الأول في السلاح. يعني الفكر حوالين أن السلاح يأتي من قطاع غزة هو مش دقيق، السلاح الأكبر الآن وخاصة خلال ثلاث سنوات هو يأتي من المنطقة الغربية من ليبيا، تقريبا بعض التقديرات بتتحدث عن من 9 ل 13 مليون قطعة سلاح خفيف
وصل 13 مليون جاء من ترسانة الرئيس الأسبق القذافي، جزء منها كانت مصر بالنسبة له دولة ممر، انتقل إلى مناطق نزاع أخرى وخاصة إلى سوريا وبعض المناطق المجاورة، وجزء آخر أصبح دولة مقر بقى فيها السلاح. وهذه النقطة إن أنا إذا بتحدث على محاربة تنظيمات إرهابية بجانب طبعا العوامل التاريخية والتنموية داخل سيناء، أنا بتحدث على التنظيم أو العنصر الإرهابي لا يمكن ان هو يكون له دور او مقدرة او قدرة الا بثلاث عوامل: واحد، التمويل، السلاح، الاتصالات. اذا تمكنت الدولة من حصار او وضع يديها عن مخزون السلاح، اين يقع مخزون السلاح خاصة الذي جاء من ليبيا؟ اثنين، منع التمويل عن هذا التنظيم وقطع الاتصالات بينه وبين التنظيمات الام، اصبح هنا التنظيم هو تنظيم غير نشط، غير قادر على تنفيذ عمليات داخل سيناء. الجزء الأخير فقط بس في سيناء، وهنا خلينا نقول إزاي بالذات الأيام القليلة الماضية ليه زادت العمليات الإرهابية من قبل هذا التنظيم. أعتقد أن هناك ثلاث أسباب، جزء منه له علاقة بالتقارب المصري الذي يحدث الآن مع حماس. ولو لاحظنا البيانات أو الفيديوهات التي نشرها التنظيم على بعض المواقع الخاصة به حوالين تهديد البعض المهربين في سيناء لمنعهم من تهريب السلع إلى حماس، هو أداة ضغط على حماس لمحاولة إفساد أي علاقة تقارب تحدث الآن. تمام. وخاصة بعد الزيارة الأخيرة لإسماعيل هنية وموسى المرزوق. الجزء الآخر هو أن هناك حالة من الانشقاق أيضا بتحدث داخل عز الدين القاسم الجناح العسكري لحماس، وهناك وكان آخر واحد أو جزء منهم مثلا مفلح أبو عزرة هو واحد من ضمن الذين تم قتلهم، هو من ضمن العناصر المتسمى داخل الكوماندوز البحرية في حماس. العناصر اللي جاءت وتقريبا حوالي او اللي تم رصدهم اعلاميا وذكر اساميهم سواء من بيت المقدس او حتى من اجهزه الامن ما قتل او ما زال على قيد الحياه، تقريبا حوالي 9 أسماء. قدرتهم في تصنيع الصواريخ، قدرتهم العسكريه اعطت دفعه ايضا قويه للتنظيم فيها. الجزء الاخر اللي اعطى هذا الامر هو له علاقه ببعض العناصر التي على معرفه بطبيعه الديموغرافيا والارض والجغرافيا في سيناء. يعني هشام عشماوي هو واحد من اهم الارهابيين، وهو الذي انشق ايضا عن بيت المقدس وشكل تنظيم المرابطون الذي انتقل به الى المنطقه الغربيه، ايضا له قدره اعطت دفعه قويه للتنظيم لانه ضابط مفصول سابق من القوات المسلحه في 2004، يمتلك من القدرات العسكريه الكثير، فهو اعطى ايضا هذا الامر. التلات عوامل دي دفعت قدرات التنظيم. طيب خليني اقف عند هذه التلاتة. انا هروح للشيخ عيسى الخرافين، شيخ قبيلة كبيرة في سيناء، قبيلة الرميلات، عشان افهم من وجهة نظر حضرتك قبل ما نرجع لسيادة اللواء. خلينا ناخد اراء سريعة، حضرتك شايف المشكلة في سيناء منين وكيف يمكن الحل ان احنا نرجع نبقى ايد واحدة تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. أول شيء إن الدموع لا تذرف إلا في سبيل الوطن. نعم. وإن تلك الدموع لدموع عزيزة وغالية تخرج من صاحبها وهو يئن ويبكي على ما يجري في الوطن. وإن تلك الدموع ثلاث أنواع، وإن العيون لا ترى إلا نوع واحد من الدموع. العيون ترى ما يخرج من الدمع من العيون، أما دموع القلب ودموع الروح لا تراها العين، يشعر بها حاملها وناقلها. أنتم مجروحين يا شيخ؟ نعم. جرحكم من مين؟ جرحنا حفاظا على الوطن، اننا مصريون. هل لديكم عتب؟ نعم. هل لديكم عتب؟ لا، حفاظا على الوطن، نحن وقواتنا المسلحة في خندق واحد. اذا ما يقال عن وجود مشكلات او غضب او انشقاق من اهالي سيناء او قبائل سيناء غير حقيقي؟ ان الموضوع كل الفئات الإرهابية عددها لا يتجاوز 500 أو 600،
الموجودين حاليا لا يتساوى بنصف 1% من أهالي سيناء، وأهالي سيناء كلهم في خندق واحد مع قواتهم المسلحة وحريصين على أمن الوطن. نحن قد سمعنا من قبل شارون عندما قال إن تعمير سيناء أخطر على إسرائيل من القنبلة النووية. الأستاذ إبراهيم رفيع، هل يا ترى عندك نفس الرأي بتاع شيخنا؟ أولا سوف أتحدث معك بموضوعية شديدة تلامس الأرض. طيب بس بسرعة لو سمحت. وتحترم العقل. اتفضل. أولا سيناء الأرض والتاريخ، سيناء أهملت كثيرا، كان هناك إرادة حقيقية من الوطن لتحريرها فحررناها، ولم تكن لدينا إرادة سياسية لتعميرها. وثم بعد ذلك جاء الحكم المحلي عام 79 لسيناء، فكان الإدارة التي للأسف الشديد لم تكن على مستوى الكفاءة، فكانت إدارة المكافأة وليست إدارة الكفاءة، ولذلك تأخرت سيناء كثيرا، غاب فيها التعليم وغاب فيها التعمير والتنمية الحقيقية. إن هؤلاء المتطرفين يجب ألا نظلم أبناء سيناء، وأنا أقول أن أبناء سيناء ليسوا في قفص الاتهام حتى أدافع عنهم. نعم. إنما تظهر تلك الجماعات ونحن قارئين للتاريخ في ظل رخاوة الدولة. إن الصراع بين في حكم الإمام علي ومعاوية ابن أبي سفيان خرجت هناك الخوارج، هؤلاء الخوارج كان أغلبهم من قريش، ولم يتحدث أحد أن هؤلاء يمتون بصلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهم سمي خوارج لأنهم خرجوا عن حدود الجماعة. أبناء سيناء الذي رفضوا تدويلها وكانت تحت وطأة الاحتلال وكانت معهم قوة تساعدهم على ذلك رفضوا، واليوم ما يحدث من البعض إذا كانت هناك يعني مقولات من هنا وهناك لا تمثل رأي الأغلبية، لأن المجتمع المصري كله تغير كما تغير أبناء سيناء. وأن أقول لأبناء سيناء أن ما صنعوا آباءكم وأجدادكم من تاريخ يكتب بأحرف من نور يجب أن تحافظوا عليه. وأن هذه المتغيرات إنما جاءت نتيجة إهمال الدولة المصرية لفترات كبيرة لأبناء سيناء. إذا أردت أن توصف مشكلة سيناء الحقيقية فهي غياب للإرادة السياسية وغياب لإدارة كفة كانت يجب أن تديرها فيما سبق. تمام. أستاذ حسونة، كأديب سيناوي كيف ممكن أن تعبر عن رأي أبناء سيناء؟ بداية نعلم جميعا قدر سيناء وقيمتها في وجدان كل مواطن مصري، وللحقيقة وللأمانة أتمنى أن يكون للمواطن السيناوي نفس هذا القدر ونفس هذه القيمة، وأن يكون المواطن المصري على ثقة تامة من المواطن السيناوي أن سيناء لن يحدث فيها ما يضير بالوطن وما يضير بسيناء الأرض، لأن سيناء هي الكائن والمكان مرتبط بهذا. إذا تحولنا إلى ولاية سيناء، حقيقة نحن نتوه عن المسار الحقيقي إذا قلنا أن هناك منحة أو اتجاه إسلامي أو تشريعي أو وجهة نظر دينية. إذا قمنا بمنع التمويل والإمداد وكل ذلك سنقضي على هذا الإرهاب. ليس يعني شايف أن القضاء على الإرهاب هو إمداد شايف القضاء على الإرهاب في سيناء سهل وممكن؟ ليس سهلا لعمل مخابراتي، نعلمه جميعا، وأن منطقة الحدود إلى منطقة الشيخ إلى شرق العريش كانت تطلبها مخابرات، ليست إسرائيل وحدها. نعم. وليست الفلسطينيين، تتكلم عن مخابرات دول لكن أخرى، لكن يطلبونها منطقة رخوة. وبعد أن تم حصرهم والقضاء على هذه الحركات في رفح والشيخ زويد اتجهوا إلى العريش. أن ما حدث في جبل الحلال، جبل الحلال يعتبر مركز التمويل والإمداد، ليس التمويل والإمداد بالماديات وبكل شيء. طب أنا حستأذنك علشان أنا الوقت خلص، أسمع بس فقط من سيادة اللي هو في جبل الحلال تحديدا. أيوة. ما هي الأزمة؟ إرهابيين مختبئين في جبل الحلال، ما هي الأزمة؟ ده الملاذ الأخير ليهم حضرتك. جبل الحلال ده منطقة يعني في وسط سيناء جبلية. مش موجودين وفي شمال سيناء موجودين حضرتك. التمركزات كانت موجودة في منطقة محصورة، القوات المسلحة قدرت أنها تقضي على أكتر من 27 بؤرة كانوا موجودين في المنطقة.
المنطقة، الولاد التكفيريين دول هربوا لمناطق أمنة أكتر، جبل حل بالنسبة لهم ملاذ أخير، منطقة وعرة صعب جدا دخول المركبات والوحدات عشان أقتحمه لازم أقتحمه من فوق لتحت، الشكل بتاعه ارتفاعه 900 متر لازم عشان أقتحمه، طلوع وعر جدا، أنا حاولت أطلعه ما قدرتش أمشي أكتر من 600 متر وخفت ونزلت، منطقة صعبة جدا جدا. جبل حلال مش لوحده، جبل حلال مرتبط بجبل اسمه جبل ضلفة، بينهم حتة اسمها الضيقة، صعب جدا أي حملات تمشي. المنطقة اللي هناك كثير فيها الخيران وال يعني مناطق يعني فيها عناصر غير شرعية كتير، العناصر الإرهابية مستقرة في جزء منها، في ناس أمنة يعني الجزء الشمالي قاعد في قبيلة الترابين في الغرغدة وفي مشاحان، الجزء الجنوبي قاعد في قبيلة التياهة في الحظيرة والحصيني، والمنطقة الغربية ترابين، ناس عايشة بتزرع. المناطق اللي جوه الجبل هي اللي فيها عناصر متطرفة وعناصر صعبة. كيف يمكن المدى نقدر نحدد امتى نستطيع القضاء على الارهاب؟ احنا يا فندم قضينا على الارهاب، اللي موجود ده بؤر زي ما اقول ذئاب منفرده، اتنين تلاته ماجورين، الولاد ضعفوا جدا جدا جدا، كل اللي بيحصل دوت خطوه اخيره خش على الإخوة المسيحيين اللي هم المصريين اللي انتقلوا انتقال مؤقت قاعدين في الإسماعيلية وبعد محافظات القناة والقاهرة، تمام. المرحلة الثانية بدأوا دلوقتي يقولوا لازم تلبسوا اللبس الشرعي ولازم معرفش ايه، اللي بيتحرك كام فندم واحد زي ما الشيخ عيسى، انا مع احترام الحضرة هم اقل من 300 واحد موجودين ومنتشرين، دخلوا جوه الكثافة السكانية، هم ساعدونا الاهالي اللي مشوا وانتقلوا المناطق امنة اكثر عشان القوات المسلحة تقدر تخش، القوات المسلحة والشرطة عناصر وطنية طبعا. تخاف على المواطن، تخاف على الطفل، تخاف على المرأة، احنا ان شاء الله بإذن الله خلال فترة قليلة اخواتنا وقادتنا اللي بيقوم بالعمليات هنسمع ابتسامة الإخوة في سيناء ونقعد مع بعض ونقول سيادتك ان سيناء ديت أرض رسالات فعلا، أرض مباركة لن طبعا. ولم يمر عليها أخرى بعد كده إن شاء الله في الفترة اللي جاية بإذن الله. الله يخليك فندم. هذه ليست النهاية، هذه بداية فقط، هي محتاجة وقت أطول من كده، قضية مش هتنتهي، سنظل يد واحدة، سنظل نبحث عن طريق نجاة أهل سيناء بالتعمير والبناء والتنمية مع الأمن، قواتنا المسلحة وشرطتنا. أنا بشكركم جدا، نورتوني، وآسف أن لم تتح فرصة كاملة أن أنتم تتكلموا براحتكم أو الشباب يشرفونا، لكن أتمنى أن يكون تغير شيء. بكرة عندنا حلقة مختلفة تماما، بكرة معايا أحمد يونس بمعلمينه، ومعايا وائل الفقراني هيقدم لكم تجربة في ريادة الأعمال، هيعمل تيك توك وهيناقش وهيختبر الشباب من اللي معانا كيف يمكن أن ينجح في وظيفة أو يجد مستقبله. بشكرك سيادة اللواء مرة تانية. الله يخليك، شكرا. مصر بخير طول ما أنتم بخير، تصبحوا على خير.